من رأيك. شوفي هاي الحمد لله انا اقول يعني اول فيديو يفرح مو تبكي. لا لا هو شويه احنا شوف احنا دائما احنا هناك بالمباريات بنشوف الجمهور يحتفلون احنا ويبكون احنا نبكي وياهم. والله صدقني هي هاي المباراة الحمد لله انا اقول الحمد لله وشكر قدرت اترك فد بصمة فد بصمة فرح عند الناس يعني يذكروني بها دائما فشي يعني يقول ايجابي عند الناس. يعني انا قد لعبت ويا المنتخب الناس تذكر هذا الشيء يعني الحمد لله ما تذكر انه انطيت هدف او شيء تذكر هذا الشيء الايجابي يعني هاي اللحظات اللي هي يعني من افضل لحظات الكرويه بحياتي. اكو غيرها تتذكرها من افضل اللحظات الرياضيه الكرويه بمسيرتك؟ لا هي هاي تقريبا وبطوله الخليج 21 التهنا بها لل للنهائي ايضا كانت يعني يعني شلون اجواء جميله ايضا بس يعني هذه تركت بصمه. لا لا هاي قلت لك يعني للسلام يعني وللشارع الرياضي صار لها يمكن 6 سنوات ولحد الان الناس يقولوا لي احنا مثلا يوقفوني وين ما يشوفوني يقول لي والله قبل كم يوم شفت الجزاء مالتك قبل يعني الحمد لله قلت لك فتشي فد يعني اللي شفته على جمهورنا فد بصمة واضحة يعني وكبيرة. على طار الجمهور سلام شاكر قريب من الجماهير لو بعيد؟ والله إذا يعني حاليا يعني قريب وبعيد. قريب وبعيد أي بس من كنت تلعب لا ما كنت يعني قريب على الجمهور ما كنت تتواصل ويا الجمهور أبدا. ليش؟ ما يصير أنت كلاعب تسمع من الجمهور مع احتراماتي كل الجماهير جمهورنا عزيز وغالي علينا أي بس انه انت جمهور يتدخل انت في امور فنيه او باللاعبين زين هاي ما حلوه. مثلت اغلب الانديه الجماهيريه كابتن، فعلا هذا الحديث اللي يطلق بعض الجماهير تاخذ فلوس من اللاعبين مقابل تسويقهم والدفاع عليهم بمواقع التواصل الاجتماعي؟ والله انا سامع. سامع؟ انا سامع بس شيء ملموس انا ما صراحه ما شايف بس سامع هذا الشيء. وهذا خلاك تبتعد يعني ما تختلط اثناء لعبك مع الجماهير؟ لا شوف انا قلت لك مع اعتزازنا واحترامنا لكل الجماهير اكو من الجمهور اللي يكون فاهم محترم وداعم عنده درايه بامور الرياضه واكو لا زين احنا نحترم الكل بس انا ما اسمع. حلو ايش قد ما يكون الـ يعني الشخص هذا هو ملم بالرياضه بس ما راح يكون مثلا اعرف فاهم او اعرف مثل المدرب او اللاعب نفسه مو صحيح؟ فلهذا اقول انه هو يعني قلت لك نحترمهم ونقدرهم ومكانهم موجود بقلبنا بس انه يتدخل بامور الفنيه او الفريق لا هذا يعني ما مسموح. جيد شاشه كورة.